مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج شو تحب، ضيف رائع ومميز. نرحب بأجمل ترحيب، تفضل ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا، منورنا ومنور الاستوديو. طبعا الاسم الثلاثي واللقب محمد قاسم ماجد الشمري. اسمك هذا هو اللي معروف به، اكو يغيرون اسمائهم مثل هسان اسمي رسول الموسى والاسم رسلان حداد، مغير اسمي. اغلب الفنانين او الاعلاميين او الرياضيين او النجوم اسمائهم تكون مستعاره. انت هذا اسمك بالجنسيه واسم اسم الشهره. نعم. شو عجب ما اختاريت يعني مثلا لقب او اسم؟ اللقب الجمهور يطلقه، ها مو انا اللي اطلقه. صح. التولد يوم سنه 6/12/1996. هذا مواليدك حقيقيه لو مزوره؟ أكيد. اكيد لا ما مزوره 100%. 100%. مسقط راسك النجف الاشرف، مدينتي اللي افتخر بها. ايش تعني لك مدينه النجف؟ يكفي انه هي مدينه امير المؤمنين سلام الله عليه. أنا من النجف الأشرف من ناحية الحيرة. مدينة النعمان بن المنذر. أكيد تاريخ العراق. صاحب النوق المئة الحمراء براعيها. ملك العراق بذاك الوقت. يعني بدايتك كانت بالنجف. من مدينة الحيرة. بعدها انتقلت إلى مركز المدينة في محافظة النجف الأشرف. من أين ومتى بدأت مدينة الحيرة؟ قلنا شخصية أثرت بها والدي. والدي. الله يحفظه ويطول بعمره. طيب والدك؟ طيب الحمد لله. الله يطول بعمره إن شاء الله. إيش تعني لك؟ شنو اللي أخذت من والدك؟ كل اب، الشخص الوحيد اللي يتمنى انه ابنه يكون احسن منه هو الوالد. شنو اللي قدمه لك والده؟ تضحيات يعني صراحه، يعني التضحيات لا تعد ولا تحصى. يكفي انه هو داعمني من بداياتي في كره القدم وفي الدراسه وفي كل شيء داعمني. طيب اغلب لاعبين كره القدم ونجوم دائما الاباء مثلا يقول له دراستك اهم من كرة القدم، دائما الآباء اللي يشوفه يقول له دراستك الطب ومتوكل خبز، هذا اللي نسمعه. نعم. حتى نجوم العالم يعني، وأنت إن شاء الله بيك مقومات كل نجم، إن شاء الله نجم عالمي، وأنت اسم مهم. الله يحفظك. مو لأن صديق ولكن أنت مفخر العراق. عزيز. الله يعزك كابتن. والدك عارضك؟ صراحة يعني منذ كنت صغير لحد هذا اليوم والدي ما معارضني بأي شيء أريده. يعني فقط السمع، يعني مصادقك؟ مصادقني يعني. صداقة أنا وياه صراحة تعلمت من يمه هواي شغلات. يعني يكفي هو والدي يعني. هو رياضي؟ أكيد رياضي، أبوي لاعب سابقا، كان لاعب نادي النجف. يعني هاي مو طفرة الموهبة، أكو جينات وراثية. لا أكيد هو كان في وقت سابق لاعب نادي الطيران اللي هو القوة الجوية حاليا. كان كابتن شباب نادي الشرطة. هو كان كابتن يعني ما ينحاز مرات يقول لك لو تلعب بالنجف أو هيك مدينة. لا لا هو أو يعني تكون قريب من أهلك. يعني أكيد هي مدينتي اللي أنا أفتخر بها، يعني مسقط رأسي أول وثاني. أنه أنا يجي يوم أمثل نادي النجف و يعني ببالك يعني أكيد مدينتي. فوالدي تعلمت مني ما هواي شغلات، هواي عانى بالحياة، هواي صبار، هواي جاهد. فيعني إيش ما أقدم له يعني ما أوى في حقه. صح. أكيد فقرة الاستمارة خلصت، أجوبتك كانت مختصرة وجميلة كابتن. الله يحفظك. أكيد أحبة المشاهدين مستمرين وفقرات برنامج شو تحب، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، وهسه خلونا نرحب بضيفي في برنامج شو تحب، نجم المنتخب العراقي ونجم نادي الشرطة والحاصل على جائزة أفضل لاعب في العراق، الكابتن محمد قاسم. حياك الله كابتن، وسعيدين بحضورك. الله يحفظك سيدنا، منورنا اليوم. أنا الأسعد طبعا
اليوم أنا سعيد أن أكون متواجد معك وتحياتي إليك وإلى كل القائمين على هذا البرنامج. إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين الظل. أنت خفيف الظل ونجم رائع وميسي العراق، وأنا سعيد بيك. ديك الفقرة خلصت، شنو جد وياك هسه وصلنا للموت الأحمر، هسه للحمس. هسه عندنا فقرة شي تحب أنت وحظك. هسه هنا عندنا أظرف زينة، هاي الفصحى مال أظرف مو ظروف، ها كلك فصحى قوي قوي. عارف ساعدي بالفصحى. اختار واحد من ذني، لازم انت الضيف، انا المعزب، انا اتحزم اعطيك واحد منهم. انا بخدمتك، انت تختار يا هو تريده. انت شو تقول؟ انت يا لون تحب؟ انت تحب الاسود ولا لابس اسود؟ انا احب الاسود. هسه هذا شنو هذا؟ كان اجلاد مال. بس انا شو اقول؟ ذني كم كتاب؟ ايش كم واحد؟ ثلاثه ذني. خير الامور اوسطها. ها هي هذا الاخضر؟ شو تقول؟ هذا الاخضر باعتباره اذا اخضر اعطيه اياه فتحه لابو خرجنا. يلا انا راح افتحه باعتباره شرطاوي. سيد انت شرطاوي، تحياتنا الى كل جمهور نادي الشرطه. اكثر لقب تحبه من جمهور نادي الشرطه؟ يعني وايد القاب حلوه، بس انا افضل انه يشوفوني بالنجم الارجنتيني ميسي. انت برشلوني لو؟ برشلوني للنخاع. حلو، اخبار زينه هاي. هسه فقرة شو تحب؟ أول سؤال، لو يرجع الزمن شو تحب تلعب مع أي جيل؟ جيل الثمانينات أم جيل آسيا 2007 أم جيلك الحالي؟ طبعاً أتمنى إنه ينعاد بي الزمن وإن أمثل أكون أحد أفراد جيل الثمانينات. باعتبار صعدوا كأس العالم. باعتباره يعني صعد نهائيات كأس العالم، فأحب أن أكون متواجد مع هذا الجيل اللي حقق فد إنجاز. أما 2007 فأكيد أتمنى أن أكون أحد أفراد شو فرق ذاك الجيل عن هذا الجيل؟ سيد 2007 صراحة حققوا فد فرحة للشعب العراقي، خاصة بذاك الوقت أنت تعرف ب 2007 كنا محتاجين فرحة وحققوا لنا هاي الفرحة. صح. أما بخصوص الجيل الحالي فأتمنى وهذا يعني هدف المنشود، وليس أنا فقط، إنما كل اللاعبين بجيلي انه يحبون انه يحققون اللقبين معا او الانجازين العفو معا، اسيا وصعود كاس العالم، الصعود الى تصفيات كاس العالم وتحقيق كاس اسيا. طيب شنو اللي ينقص الجيل الحالي حتى يوصل الى كاس العالم؟ النقاد والمحللين والرياضيين والخبراء يقولون انه هاي افضل قرعه بتاريخ الكره العراقيه، يعني قرعه سهله ومؤاتيه من اجل الصعود الى كاس العالم. هي ما زالت الفرصه قائمه؟ يعني ما زالت الفرصه قائمه لحد هذه اللحظه، بامكاننا انه نحقق فد نتائج طيبه ترضي شارعنا الرياضي، ترضي كادرنا الفني الجديد بقياده الكابتن عبد الغنشهد اللي نتمنى له التوفيق بهذه المهمه. والله سيدنا يعني انت تعرف اليوم اخواي اراء بخصوص هذا الموضوع، كل شخص له وجهه نظر. انا وجهه تبديل مدربين الى تاثير سلبي، وجهه نظري بهذا الموضوع انه من اهم الاسباب اللي تؤدي الى صعود كاس العالم هي امرين مهمات. شنو؟ الاولى الاستقرار، على استقرار الكادر الفني، الكادر الفني واللاعبين، واستقرار اللاعبين حتى يكون انسجام بالتمارين، بالمباريات الوديه، بالمباريات الرسميه. المنتخب الوطني يعني اليوم يعني اوقات وفترات قليله نلتقي، يعني احنا لاعبين، احنا مو مثل لاعبين مثلا لاعبين انديه نلتقي كل يوميه. صح. لاعبين منتخب الى فتره، يعني الى فتره قصيره. صح. من خلالها يتم التجمع مع يحتاج اللعبين. معسكرات، يحتاج تفاصيل. اما الموضوع الثاني اللي اشكل عليه وهو ما زال يعني قائم لحد هذه اللحظه هو موضوع البنى التحتيه. من يعني هو احد نجاح، بس هسه بدينا نشوف عندنا ملاعب مثل ملعب المدينه، مو فقط ما نختصر على ملاعب على الملاعب فقط. شنو الملاعب الرئيسيه؟ لازم تكون عندنا ملاعب مال تدريب، ملاعب صالحه للتمارين، مراكز تاهيل، علاج، استشفاء. لازم يكون عندنا مراكز للعلاج. شنو اللي يمنع؟ يعني هذا اللي نتامل، اللي نشوف عقود اللاعبين، يعني نشوف الاعلام الرياضي وغيرها يصيحون اللاعبين، حتى اللاعبين القدامى، احنا بزمننا ماكو هيك فلوس، حاليا هيك، حاليا العقود مليارات، هاي هذا الشيء مزعجكم انتم كلاعبين؟ طبعا اليوم تعرف انه انت احنا يعني
عملنا الوحيد هو كرة القدم. فهو مر ما يعني هو مثل ما تقول رزقنا. صح. فهذاك الوقت مو مثل هذا الوقت. شنو يختلف؟ يعني هواي اختلافات، انت تعرف اليوم حتى العقار صاعد، حتى الدولار صاعد. صح. يعني ذاك الوقت مثلا السيارة اغلى من البيت، يعني هسه 50 شهادة ما تشتري بيها بيت، يعني بمنطقة 100 متر بمنطقة يعني راقية، مو؟ اكيد طبعا، يعني ما ازيد على كلامك سيد، انه يعني هذا قلت لك هذا الوقت مو مثل ذاك الوقت صراحة، يراد لك مبالغ هواية وطائلة من اجل انه انت تشتري بيت. صح. ولازم يعني تكونوا نفسكم وضمنون مستقبلكم، يعني هسكو نجم من جيل 86 هو عناد عبد، حاليا يشتغل تاكسي، شفت لأحد التقارير، هذا المفروض يكون اعتناء بنجم يعني قدم الكثير للكرة العراقية. أكيد تحياتي. يعني لعب حتى بكأس العالم بعد، وين يلعب؟ يعني احنا الناشد الجهاد، قال له لاعب فرق شعبية قورعة روس العراق ومن له بصعد كأس العالم. يعني احنا الناشد الجهات المعنية بهذا الأمر انه يحتضنون النجوم السابقين، وأنا أعتقد هم ما مقصرين، لكن قد يكونون غافلين عن هذا الموضوع. طيب انتقل للسؤال الثاني. انتقل. بعيد عن الرياضة، نسمع أنه عن أن الفساد الإداري وصل حتى إلى مجال الرياضة. لو أنت الآن مشرف على المنتخب، شو تحب تسوي من تعديلات؟ هم شو تحب؟ لا تعليق. جيد جدا. ننتقل للسؤال الثالث. إحنا الضيف مدلل، فانت مدلل وعزيز ولكل قادم كرامه. الله يحفظك. الشيء اللي ما يعجبك حاضرين نحن. اروح لك. السؤال الثالث، انت من المحبين للشعائر الدينيه، تحديدا محمد قاسم، شو تحب من تلك الشعائر وتحب تمارسها دائما؟ يعني سيد، انا حقيقه قبل ما انت تسولف بحلقك عسل، انت من اللاعبين القلائل او من النجوم القلائل على المستوى العام، مو فقط نجم رياضي او فني، او تفتخر انه تزور، تنشر بالزياره، تنشر مباركات ولادات الائمه عليهم السلام، احزانهم، افراحهم. فهذا الشيء حقيقه، يعني انا بيني وبين نفسي مرات من اشوف ستوريك وهاي اقول احدى اسباب توفيق الكابتن محمد قاسم هو تمسكه باهل البيت عليهم السلام. أكيد أكيد. هم يعني هم الكل بالكل، سكان الدنيا، مو؟ فايش تحب يعني من هاي الشعائر؟ والله سيد، يعني اني منذ نعومة اظافري واني يعني متمسك بالشعائر ووعيت على الشعائر، خاصة انه اني من مدينة بيئة فرات الاوسط، بيئة حسينية، بيئة حسينية يعني صراحة، ملا وطن، عبود غفلة، هاي الاسماء المهمة، أبو والخالدة، ابو بشير النجفي، الله يحفظهم ان شاء الله. تحب هم تمشي مثلا من النجف الى كربلاء بالاربعينيه، يعني تحب حضور المجالس، يعني صراحه من الخطباء تحبهم، يعني تحب تسمع لهم، تسترخي من تسمعه، تحس محاضرته ثقافيه ودينيه؟ والله سيدنا قلت لك انا مواكب يعني كل الشعائر الحسينيه والدينيه بمدينه الحيره عندما كنت بها، بعدها انتقلت الى مدينتي، مدينه النجف الاشرف. هناك أجواء نجفية خالصة، تعرف يعني إحنا كل سنة ننتظر الأربعينية، ننتظر محرم الحرام، خاصة يعني أول عشرة من ليالي محرم، إنه هي أجواء نجفية بحتة، فأني يعني أعشق هاي الشعار، خاصة محافظة النجف. ركضة الطويريد، شنو شعورك من نشوف هاي الملايين تركض؟ شعور صراحة لا يوصف، شعور ما يوصف. يعني ما مشارك بيها ولا مرة؟ لا والله ما مشارك بيها، لكن انه اطمح انه اشارك بها اذا كنت متواجد ومتفرغ وما عندي شيء طبعا. شرف. واعقب على كلامك بخصوص زياره الأربعين المشي، سلام الله عليك، احنا كل سنه ننتظر هذن الايام يجن على مود نروح مشي خدمه لابا عبد الله. سلام الله عليك يا ابو عبد الله، سلام الله عليك يا ابو عبد الله، موفق كابتن. الله يحفظك سيدي. ننتقل الى سؤال اخر، انت منقسم بالحب بين الغريمين الجويه والشرطه، بصراحه شو تحب تسجل على الشرطه وانت بتجول او بالعكس؟ علي انت بالشرطه، هي تحب تسجل يعني على الشرطه؟ يعني اكيد، بس بالبدايه تعرف انه نادي القوه الجويه من اعرق الانديه العراقيه طبعا، سواء له يعني انجازات كثيره، تحيه الى كل جمهور الشرطه والجويه سواء كان يعني محلي او اسيوي على الصعيدين، فيعني نادي القوه الجويه نادي عريق وكبير. اما يعني جمهور نادي القوه الجويه فله منزله خاصه في قلبي، خاصه انه هم احتضنوني عندما يعني ايش تصير مشاكل من يطلع اللاعب من نادي، يعني يكون هو الفتى المدلل والمحبب والجمهور يهتف باسمه في المباريات وغيرها،
لكن من يجي عقد احتراف هذا احتراف ما بي يعني أكيد. ليش الجمهور ما يتقبل؟ هل هو من الحب يعني هم من محبتهم بي وتمسكهم يعني بي؟ يعني أكيد سيدنا، خصوصا جمهور الجوية يعني عاشقين بجنون للاعبيهم، شلون تتقبلت هذا الشيء؟ مرات يجوز هم سمعت كلام يغثك او يعني هيك لو تتقبله. انا حتى المغثة اللي اسمعها اقول من حبهم الي. اي عشتي وهذا ما انا ارد اقوله، هذا اللي ارد اقوله. فانا اليوم من منبركم احب ان اوجه كلمه لجمهور القوة الجوية، احب ان اشكرهم على دعمهم الدائم من كنت وياهم واحتضنوني، خاصه انه انا بداياتي في بغداد مع القوة الجوية عندما كنت يعني في مقتبل العمر، فاحتضنوني، فتحياتي لهم. اما بخصوص نادي الشرطه فهو نادي الام حاليا. انا هاي السنه الثانيه اللي انت محترف مخلص الفانيله اللي انت تمثلها. يعني انا اليوم نادي الام مثل ما قلت لك، نادي الشرطه من اعرق الانديه العراقيه، حاصل على انجازات عده، جمهوره بتاريخه، ف قيثاره اسمهم بعد اسمنا القيثاره. إذا سجلت أنت سيدنا أكيد طموح اليوم أنه أنا أسجل على فريق كبير مثل الجوية. إذا سجلت على الجوية هسه نجي هنا لمربط الفرس، يعني تركض على الجمهور وتحتفل له؟ يعني احترام للأيام اللي قضيتها. حلو. يعني احترام لتلك الأيام، لا ما راح أحتفل. حلو حلو، هذا الشيء قدره أكيد الجمهور وتكون محب. حتى يعني أنا أشوفه بمواقع التواصل، إذا لاعب يسوي هيك حركة حتى إذا كانوا الجمهور شالين بقلبهم تطفى الأشياء. أنت اليوم تعرف أنه الجمهور العراقي يعني جمهور عاطفي. صح. فأعتقد هذا الشيء راح يأثر بده، خاصة أنه بنفس الوقت عاطفي ومثقف الجمهور العراقي. صح. طيب كابتن، بالنسبة إليك هسا أنت إذا خلص عقدك ويا نادي الشرطة، وجاك عقد من نادي الجوية، عندك استعداد تلعب وياهم لو أكو تفاصيل تمنعك؟ والله سيدنا بالوقت الحالي انه انا طموحي الاحتراف خارج العراق، يعني عربيا عالميا. يعني طموحي انه يعني عالميا، طموحي انه احترف بالدوريات الاوروبيه. ليش لاعبين اول ما يبرز ويكون نجم وانت حاليا افضل لاعب بالعراق جائزة ونفتخر بك، يا جائزه مو لك للعراق، لان انت وللنجف خصوصا، لان انت ابن مدينه النجف وللشرطه وجمهور الشرطه. لاعب يشوفه مثلا ينجم ويسجل اهداف ويشوفه دربل وسنتر شوت وكامل مواصفات، بس ياخذ جائزه او بس يجي عقد احترافي بمبلغ مثلا من المال عالي، تشوفه يهبط ايقاع ويهبط مستواه، يكتفي، تحسه يكتفي النجوم، خلاص صار عدبيه سياره نجوميا، عرف تشوفه شوي شوي يقل مستوى. شنو السبب؟ ليش ما نقتدي بلاعبين عالميين؟ سيدنا هو هذا الشيء اللي انا يعني اشكل عليه صراحه، انه الانسان لازم يكون طموحه مو بالمناسبه المعد موصين ادارك بالاسئله انه هو شرطاوي والنعم اي بس لو اشوفك مناظره بالضيم سيدنا لازم انه اللاعب يكون عنده طموحات، ما يوقف على سقف محدد، لازم تكون طموحاته بعيده. صح. ومن اهم اسباب النجاح انه انت تكون مخلص بعملك وتجتهد وانت تطمح. دائما الطموح هو اللي يطور اللاعب، هو اللي يحفزه. صح. فالانسان كل ما يطمح اكثر كل ما يحصل اكثر. احنا ليش ما نقتدي مثلا هسه مثلا نقتدي به كمنجز مو كشخصيه او غيرها؟ كريستيانو رونالدو هذا اللاعب العالمي، 5 كرات ذهبيه، 5 دوري ابطال، يعني حال برشلونه صار له 120 سنه نادي تاسيسه عندهم 5 ابطال، رونالدو صار له 18 سنه يلعب عنده 5 ابطال، كريستيانو هداف كاس العالم، هداف كره القدم التاريخي، هداف دوري ابطال اوروبا، هداف البرتغال، هداف الكره الارضيه، وشوفه عنده جوع، اذا ضيع حجمه يضرب ايده بالجار. يعني يزعل اذا ضيع حجمه يزعل، كذلك الحال بالنسبة لميسي. هو هذا يعني السؤال يقودنا إلى ميسي، أنت الجمهور يلقبك بميسي، الجمهور أطلق عليك لقب ميسي أم أنت تقلده متقصد أو هي عفوية الموضوع؟ هو الموضوع صار عفوي سيد. يعني أنا أول ما بداياتي يعني بداية مسيرتي بكرة القدم، يعني أول ما كنت أشاهد حتى الطول والأشياء، أول ما كنت أشاهد المباريات يعني بهاي فترتي بداياتي انه انا يعني وعيت على ميسي، فشفت الناس كلها يعني مستمتعه بادائه. وهم يسراوي زين، من احسن رونالدو لو ميسي؟ انا اللي وجهه نظر بهذا الموضوع. ايه؟ يعني انا اعتبر هم الاثنين يعني اساطير بكره القدم.
بس كبرشلوني لا ما انحاز هذا يعني لازم اجاوب عليه السؤال. اليوم مواصفات كريستيانو رونالدو مو مثل مواصفات ليونيل ميسي. يعني رونالدو كل يعني البنيه الجسمانيه تختلف، اثنين يشتغلن رجلين اليسرى واليمنى، الراس بالكرات الرئيسيه اي الهوائيه، عكس ميسي اللي هو يعني قصير القامه يلعب برجله الشمال. صح، انه هو يعني مهاري، كل لاعب له مواصفاته، لكن استمراريتهم تدرس. استمراري حتى اللاعبين القدامى مثل الظاهره رونالدو او بيليه او حتى مارادونا قبل ان يتوفى، تشوفهم يعني شيء يعجز عنه الوصف، انه 15 سنه 17 سنه بالقمه ويتنافسون على الكره الذهبيه. ماكو هيك شيء يعني. هذا الموضوع تمرين وجهد وتفاصيل. اكو استمراريه، اكو رغبه، اكو عمل. هو هذا اللي احنا نريد لاعبينه. سيدنا اليوم ثقافات مختلفه، بس هسه الثقافات شنو قبل والله ماكو، هسه موجود يوتيوب تفاصيل تشوف هاي اللاعب الجاي يسوي. حتى اكل اللاعب مثلا صار الله عام تعرف ياكل، صح ولا لا؟ الاكل شيء، النوم مهم، الارقيله، التفاصيل. شو رايك باللاعب اللي يشرب نرقيله؟ يعني قلت لك تتبع ثقافته هو. اليوم انت اليوم لازم تعرف كيف انه انت تقدم مستويات، يعني لازم تبدي مرحلة بمرحلة. يعني أهم ما بلاعب كرة القدم إنه شلون يحافظ على نفسه من حيث نومه. طبعا النوم والأكل هو من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى تطوير اللاعب. صح، النوم جدا مهم، فالنوم والأكل هي ضروريات شيء. صح، حتى إلى التمرين أكيد. حتى اللاعبين البرازيليين رغم موهبتهم ورغم انه بالفتره النجوم ويحصلون على كرات ذهبيه ولاعبين، لكن يقل بريقهم بسرعه بسبب السهر، أكيد بسبب أكيد ارتياد الحانات وهاي التفاصيل، هاي الاشياء تدمر اللاعب. اكيد لكن الايطاليين الاسبانيين يكون ملتزمين، لهذا يكون عطاهم اكبر. أكيد. كابتن، الحظ ايش قد نسبه الحظ تدخل بكره القدم؟ اكو لاعبين محظوظين، لو هذا مثلا المويه تكذب الغطاس، هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تردون نلعب الساحية. سيدنا أنا لي وجهة نظر بهذا الموضوع، إنه مو مسألة حظ، مسألة توفيق. إنه أنت كل ما تجتهد أكثر، أو ظروف مباراة مرات تكون مثلا كرة تشوتها تفلت ميد الحارس تدخل، يصعد الحافز عندك ويصعد وتسجل هدف هدفين. أنا شو أقول؟ إنه مسألة الحظ أنا ما أؤمن بها، أؤمن بمسألة الاجتهاد. التوفيق والاجتهاد من شنو يجيك؟ اكيد من الاجتهاد، من مثابرة تجازة. انت اليوم ايش قد ما تجتهد انه انت راح يجيك التوفيق، انه الله سبحانه وتعالى ما راح يضيع تعبك. صح، فانه انت كل ما تجتهد اكثر كل ما انه تتوفق اكثر. مرات نشوف لاعبين انه قلت لك يوصل مرحله وهيك، مثلا مباراتين مستوى قل، المدرب راح يجلسه على الدكه، يشوفه من ينزل يشوفه محبط ينتهي. وكل لاعب مثلا يبقى موسم كامل على الدكه، لكن من ينزل مباراه يريد يثبت. هاي تتبع الشخصيه، شلون هاي الاشياء؟ اكو اطباء نفسيين ويا اللاعبين تشوفون مثلا اطباء نفسيين يشاهدون باليوتيوب لو عندكم بالمنزع بالنادي؟ لا يعني كل لاعب عنده شخص لازم يوجهه بالطريق الصحيح. يعني كل لاعب موجود عنده شخص يوجهه. اليوم هاي الحالات موجوده. اليوم انا بسبب مستواي مو زين انه المدرب يجي يقعدني على دقه البدلاء بالمباراه، تجي انه انا لازم ابين له. صح، ارجع لمستواي. كيف ارجع لمستواي؟ انه قلت لك احافظ على نفسي، التزم بالتمرين، اجتهد اكثر. واذا دخلني بالمباراه بديل، انه لازم انا انه اقدم كل المستوى حتى ارضي وارضي الجمهور. طيب مرات المدرب مثلا عدى عقدة من هذا اللاعب، رغم يقدم وعدى شوت وبالحرة وبكل شيء كامل، لكن المدرب ما يحب مثلا. هنا شو تعامل المدرب؟ ما يعني تروح تشتكي الإدارة؟ لا، بهذا الموضوع ماكو حب. اكو كل مدرب وإلى وجهة نظر، واكو كل مدرب وإلى رأيه الخاص. تحترم وجهة نظر؟ اكيد نحترم كل وجهات النظر. يعني انت تعرف انا يعني المدرب منتخبنا السابق كاتينيتش بمباراتنا بكأس الخليج، انه انا اول ظهور لي سجلت هدفين، بعدها المباراه الثانيه شفتني انه انا جالس على دكه البدلاء. شفنا امتعاب يعني من مواقع التواصل الاجتماعي، وهاي خاصه انه اللاعب يعني بداياته يسجل هدفين على قطر. صح، الاوضاع كانت والظروف ضدنا. صح،
فقلت لك يعني أنا بهذا الموضوع أقول إنه كل مدرب وإلى وجهة نظره ورأيه. طيب كابتن تحب تسجل شو تحب حتى نبقى بجو شو تحب؟ تحب تسجل لو تحب تصنع؟ والله أحب الاثنين. شيء واحد؟ يعني الاثنين أحبهم. أحب أسجل وإذا ما قدرت أسجل أحب أن أصنع. طيب هسه عندك انفرادية وأنت والحارس ومثلا المهاجم محتاج هدف واحد وهذا الهدف هو بنهاية موسم إذا أعطيت إياه يكون هداف دوري وأنت إذا تسجلها تدري روحك واثق من نفسك تسجل تنطيها يعني المهاجم اللي وياك في سبيل يكون فرق يعني هو متعادل ويا لاعب نعم تنطيها يكون هو هداف دوري باعتبار هو فريقك لو أنت سجل أنا هنا ما راح أفضل مصلحتي الشخصية أفضل مصلحة زميلي اللي هو دي ينافس على لقب الهداف إذا نسبة أو تقول جزء ضيعها وشي خلصنا هم لا إذا هي التفكير بثانية هي إذا نسبة إنه أنا أسجل نسبة 99% وهو 95% يعني الأقرب اللي يسجل أنا أنت لكن أنا باعتبار إنه هو زميلي ويريد يحقق لقب الهداف أكيد أمر له حتى يسجل طيب كابتن أنت يعني مكمل دراسة والله أنا يعني وصلت مرحلة الإعدادية سادس إعدادي سادس شنو اللي منعك زين واصل مرحلة سادس إعدادي كلاعب ملتهي سفر و... بلي. وحضور مباريات وتمارين لو مكمل شنو ببالك الشهادة اللي تحب وأنا أعرف إنه هذا الطموح أنت تريد تكمل يعني أنا سبحان الله هاي السنة يعني ردت أقدم على الدراسة الخارجية على مود أكمل أنا سادس أنا شفتك بالمناسبة كابتن محمد أخويا وصديقي شفته وافتخر بي اشترى حتى كتب يقرأ يعني يقرأ شفتك داري أذكر هذا الموضوع إنه أنا اشتريت حتى كتب وملازم وبديت أقرأ لكن سبحان الله تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فجت إصابتي عكس المتوقع ورحت يعني إن شاء الله بعد الـ أكيد لا العمر قدام إن شاء الله العمر قدامك إن شاء الله وين تريد توصل بالدراسة يعني أنا طموحي إنه أكون مدرس تربية رياضة. حلو. أي هذا طموح. حلو حلو. يعني بعد هني أهلهم الطلاب تدرسهم ممكن راسن تكتشف لاعب بيهم ذا. أي أكيد باعتبار إنه أنا. يعني تميل لي سراول ولا مناوي ليس يعني من الأفضل. أكيد المستوى هو اللي يحكم. دائما اللاعب اليسار يكون مهاري شنو السبب؟ والله أنا يعني. بس رونالدو الظاهرة يمنى يسرى. هذا العشق مالتي انا مملحق عليه ما اقدر اطلب وجهه نظر لا بس اليوتيوب موجود لا سبيلي احنا ما ملحقين عليه تنين الشط بس احنا نطبع على اليوتيوب ونشوفه صح صح والله صح مو صحيح شنو يوتيوب ما عندكم بالبيت بالتليفون قصدي طيب بالعاده اللاعب من يضيع ركله جزاء يغضب عليه الجمهور ولكن انت الوحيد آزرك الجمهور رغم ذلك ونزلت دموعك شو تحب تقول لهذا الجمهور يعني انت تعرف انا ببداياتي هي تنقرا ازرق بس انا قريتها ازرق باعتباري ضليع باللغه انت بعد اي قوي البحتري متمكن ومتمرس بنفس الوقت الله يعزك كابتن سيد انت تعرف اليوم انا ببداياتي لكن الجمهور ما يرحم هذه الحادثه يعني ان دلت على شيء فيدل على ثقافه الجمهور العراقي حلو انه هم يعني حسبوا انه لاعب بعد شاب بعد صغير بمقتبل العمر شافوا انه محمد قاسم قد يكون بالمستقبل هو موهبه صح يشوفون مو يعني بالمستقبل انت موهبه الله يحفظك سيدنا ايه فانا ممتن جدا للجماهير العراقيه بذاك الوقت ازروني انت تعرف لو ما ازروني كنت اني يعني يمكن انتكس انت انتكاسه طبعا تعتبر تنهيك مرات حتى المستوى يروح بالتالي طبعاً. انا ممتن للجماهير العراقيه لان هم كانوا داعميني ليش مشيت بلحظتها حسيت انه اكو فد شعور بداخلي انه انا احس بمعاناة العراقيين انا رجال من عائلة بسيطة من عائلة فقيرة فعايش كل اللحظات صراحة فحسيت بهذا الشعور ونزلت دموعي يعني لا اراديا حقك ولضيع جزاء فرق شعبية مو كيف تحمل مسؤولية 40 مليون عراقي والله صح فهي مسؤولية ما بعدها مسؤولية طيب لو مو كنت لاعب ايش كنت يعني ايش راح تمتهن يا مهنة اكيد قلت لك انه اكون مدرس تربيه رياضه مدرس تربيه رياضيه هم لها علاقه بالرياضه طبعا باعتبار انه انا يعني على مستوى الاجتماعي انه انا رياضي طيب شو تحب تقول للمغرضين والجيوش الالكترونيه والبعض منهم يحاول يسيء لك عبر السوشيال ميديا
يعني انا اشوفك انت مبتعد عن الارهاصات ومبتعد حتى عن اللقاءات. سيدنا انت تعرف انه انا ما اطلع لقاءات بالمناسبه. صح يعني مو تكبر ولا غرور. لا انت راقي وطيب القلب ومتواضع حقيقه. انت مو مجبور تقول انا والدي كان يبيع ثلج وانا كنت هيجي وكنت هذني. هسه غيرك واحد بسيارته ولاعب ونجم منتخب راسا يقول لك انا اتريق بنادي الصيد انا كيتش يحكون بهاي اللغه. إيه؟ بس انت دلال على انت نقي وحقيقي. الله يحفظك سيدنا. وانا هذا بنفس الوقت من حكيته انه ابين للاعب اللي يعني البدايات اي لاعب انه عنده مسؤوليات عنده فد معاناه انه لا يستسلم. انه لازم يشد على ازره. صح. انه شلون يعني يتخطى هاي المرحله حتى يوصل للي يتمناه. هل تقرا تعليقات بالسوشيال ميديا؟ يعني سيدنا انا يعني الفضل لله سبحانه وتعالى انه انا ما عندي مغرضين على مواقع التواصل. يعني صراحه كل الناس دامت بسبب ابتعادك عن الاعلام. انت تعرف اليوم هو الاعلام سلاح ذو حدين. صح. يا اما انه تكون انت بالقمه يا اما انه طيب. خل اسالك سؤال. انا ادري ما حكي هذا الكلام. لا بك البركه. لو في 2007 نعم الاعلام العراقي كان بهذه الكيفيه وهذه القنوات وهذا التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضيه ومقدمين البرامج واليوم الكل اعلامي والصفحات والتفاصيل، وين كان راح يوصل منتخبنا الوطني؟ كان راح يحصل على كاس اسيا؟ سيدنا عقب على كلامك انه قلت لك الاعلام سلاح ذو حدين. هاي منتهين منه. فاما انه انت الدبلوماسيه طيح ليها شويه. انا ترى لحد الان كابتن مو دبلوماسي. اريدك تحكي لي. انا دا احكي اللي انا مقتنع به. لا والنعم منك. الله يحفظك. فمثل ما تعرف انه الاعلام دا يازرك ويكون وياك انه انت راح تكون بالقمه. لكن بالمقابل الاعلام انت اخفقت، هل راح يوقف وياك؟ انا دائما شو اقول؟ ما احب الجمهور انه من يسجل محمد قاسم الكل يهتف له، او من يصنع الكل يهتف له ويتغنون باسمه. انا اقول انه بوقت انتكاستي اتمنى يكونون الجماهير وياي. انت تعرف اليوم احنا يعني لاعبين كره قدم، مو دائما انه انت لازم تكون زين. بعض الفترات تجيك فترات معينه تكون انت يعني مو بوضعك الطبيعي. صح. فيعني هذا الشيء ياثر. فنرجع على كلامك انه انا اعتقد الاعلام بهذا الوقت مو مثل الاعلام مال قبل يعني ب 2007. سافرت كثير دول. يا دوله حبيتها وتحب تقيم بيها ويكون لك بيها فد بيت او شقه؟ والله انا سافرت لهواي بلدان. كل بلدان عزيزه وكلهم مو مقصرين ويانا. سواء سافرت مع نادي الشرطه أو مع المنتخب الوطني. لكن أكثر مكان رحت ارتاحت به هي دولة قطر. أها. بسبب شنو؟ يعني الأجواء. أسباب أجواء يعني أجواء لطيفة رائعة، خاصة أنه أنا يعني ترحت رحلة علاج. أنا سابقا يعني هم صار عندي نفس موقف أنه أنا رحت لدولة قطر حتى أتعالج قبل سنة. أي هم رحت أعالج. فالناس هناك يرحبون بالضيف بشكل مو طبيعي. يعني يقدرون اللي يجيهم، يقدرون الضيف، يحترمون يعني الناس. طيب ليش لاعبين العراقيين اسماء ونجوم مهمه ويقدمون بالمنتخب ومن يحترفون بالدوري القطري يشوفوا يهبط ايقاع الاغلب؟ شنو السبب؟ او مثلا ليش اللاعب العراقي يروح بقطر بعقد مثلا 500,000 دولار او 600,000 دولار، مع العلم يجيبون لاعب هم الانديه القطريه لاعب مستوى اللاعب العراقي ينطوه 10 مليون دولار بالسد او الدحيل او نادي قطر ينطونه 5 مليون دولار او 15 مليون. الدحيل والسد الكل يعرف عقودهم. بلي بلي. 15 مليون و10 ملايين دولار. لكن يجي اللاعب العراقي زين اذا انطوه مليار، مليار عراقي يعني اقل المليون دولار. شنو السبب؟ هل هو تسويق اللاعب العراقي؟ اللاعب العراقي مو مخلي قيمه، عذرا المفرد يعني مو مخلي قيمه لنفسه؟ لا مو يعني يعني انا نريد بس يتكلم. انا مع كلامك يعني قلبا وقالب. انه اللاعب العراقي يفقد لمساله مهمه جدا وهي مساله التسويق. يعني هذه المساله جدا ضروريه في كره القدم العراقيه. انه لازم يتسوق اللاعب، لاعب المنتخب لازم يحترف خارج العراق حتى يحتك
ليش اللاعب العراقي خاف يلعب اوروبا؟ يعني هسه احنا يعني ندري جت عروض اللاعبين اليونس، كابتن يونس، كابتن نشأت، عماد محمد، علي عدنان. علي عدنان لعب اوروبا، لعب اودينيزي، ولعب بتركيا، ولعب بامريكا، وقدم اللي عليه الولد. لكن لاعبين العراقيين ليش يخافون يلعبون باوروبا؟ ماكو يعني مساله انه خوف، بس كل لاعب هو يعرف ظروفه، كل لاعب يعرف وين المكان اللي ينجح به، كل لاعب يعرف وين المقومات اللي تأهله ينجح. فما اعتقد اكو خوف بهذا الموضوع. لكن هو يقول لك دوري لغه، يعني اللغه مثلا يجوز تكون عامل مثلا عرب وقطر او الامارات او السعوديه، قد يكون هذا هم. يعني قبل ما انتقل الى فقره جدا مهمه وجريئه اللي هي فقره شنو رايك، اختم وياك بفقره شو تحب. لو خيروك انه تكون محترف في قطر او السعوديه وتحديدا الهلال السعودي باعتباره ينافس كل سنه يصعد دوري ابطال اوروبا او ما ياخذ لقب او هاي او لقب او عرض اوروبي، ايش راح تختار؟ اولا انا طموحي مو الماده، انا جاي احكي عن الماده، انا طموحي جاي نحكي عن نادي تحسه يضيف لك، تحصل على هسه اتخذت افضل لاعب بالعراق، اكيد هسه سقف طموحك صعد، هسه تريد تاخذ افضل لاعب اسيا اكيد اكيد او بغرب اسيا أو أكيد أكيد مو يعني اكيد اختار اوروبا. اوروبا اكو نادي محدد؟ ما عندي نادي محدد، ما عندي، ما لكن يعني تعرف انت اليوم البدايات دائما ما تكون صعبه، والبدايات اذا كانت ناجحه بس تكسر الحاجز، فقط انه انا اريد ان اقفز هاي القفزه. ان شاء الله يا رب تقفزها كابتن. اهم شيء باللاعب انه يؤمن بنفسه، اكيد من يؤمن بنفسه راح يحقق كل الاشياء. قبل فترة شاهدت تصريح للاعب محمد صلاح، طبعا هو مثال للاعب العربي اللي يحتذى به. إيه؟ صراحة صح. لما يملكه من أخلاق قبل أن يكون هو لاعب. صح. شاهدت له تصريح يقول هو مرشحنا لجائزة أفضل لاعب بالعالم، أضاف إلى بنزيما بوقتها، هو أخذ الثالث، هو أخذ الثالث. إيه؟ فبأحد المقابلات اللي وياه سألوه، قالوا له برايك انه انت افضل لاعب بالعالم؟ فجاوبهم قال لهم انا بوجهه نظري واني مقتنع وكل ثقه بنفسي انه انا افضل لاعب بالعالم، فما يحتاج مثل كريستيانو سيلو ب 2007 فما يحتاج او 2005 يقيمني. قالوا له منو افضل لاعب بالعالم؟ سيلو قال لهم انا، ضحكوا علي فرديناند واللاعبين مال مانشستر. يعني من الايمان بالنفس، هذا اللي اقوله، على الغرور بالعكس، الايمان بالنفس على الثقه بالنفس. صح. اكيد صح. يدل على ثقته. أريد نبقى بهذا الإيمان وننتقل إلى فقرة شنو رأيك، نروح فاصل وبعدها مكملين. رجعنا وياكم ووصلنا إلى فقرة شنو رأيك كابتن. هاي الفقرة يراد لها واحد قلبه قوي، قلبه ميت، وانت لاعب أمام 8000 متفرج و 50000 متفرج، أكيد قلبه قوي. أكيد. فراح نستعرض لك صور وانت تجاوب عليها وانت حر بإجاباتك. نبدأ بأول صورة، العلم العراقي. يكفيني فخرا واعتزاز أنه أنا أحمل علم المنتخب على صدري. الله. علم العراق. الله، تحية كبيرة لك كابتن، وهذا الحب وأنت مخلص لهذا العلم وهذه الفانيلة. انتقل إلى صورة أخرى، كابتن عبد الغني شهد مدرب منتخب العراقي، شو تحب تقول لك؟ أبو حيدر، كابتن غني. كابتن غني غني عن التعريف. غني عن التعريف. أكيد. أسأل الله تعالى أني وفقه مهمته مع المنتخب الوطني. هو صاحب فضل على محمد قاسم، لأن يعني هو اللي رحلني من شباب، عندما كنت مع شباب نادي نفط الوسط هو اللي رحلني للخط الأول، فهو صاحب فضل. يعني هو نعتبر اللي اكتشفك؟ هو يعني هم تقريبا اكتشفني. حلو هذا العرفان، من أنه لاعب يوصل مرحلة النجومية وغيرها يبقى يتذكر الأشخاص اللي رافقوه. أكيد. بالرحلة الأولى اللي هي دائما تكون صعبة. أكيد أكيد أكيد, أكيد واحد قبله عندك يعني مكتشفك.
أقول ما ذكرنا يعني هو اللي اكتشفني صراحة من كنت ألعب فرق شعبية هو الكابتن أنور عبد الزهرة، تحياتنا إليه من مدينتي مدينة الحيرة النجف الأشرف. بعد انتقلت إلى النادي مكتشفي الأول والأخير بالنادي عندما كنت بشباب نفط الوسط هو الكابتن حسن هادي أبو فريحة، تحياتنا إليه. حلو. فمن بعدها الكابتن غني هو اللي رحلني من الشباب إلى الأول، فتحياتنا إليه وأتمنى تحية إلى كل أسماء اللي ذكرتها. الإمام السيستاني الله يحفظه ويطول عمره، شفنا بمواقع التواصل الاجتماعي زيارتك إليه وشفنا صار الضجة بهذا الموضوع، أنه أكو فالتفاصيل صارت ولا موضوع حصر طيتنا اليوم، أريد تحكي لنا زيارتك للإمام السيستاني وشنو اللي قال لك إياه. النظر في وجه العالم عبادة. صح. اليوم السيد هو أنا أعتبره رجل السلام وصمام الأمان. صح. يعني أنا صارت لي مقابلة وياه يعني بضع دقائق. يعني شنو شعورك من شفت هذا السيد اللي يقفون الملوك والرؤساء بابه ما يدخلون؟ أكيد يعني لكن أنت كلاعب وهاي إنسان هو يقدر يقابله، لكن هو معتزل عن هاي الناس الملوك والرؤساء. هو معتزل عن كل شيء، هو حتى البيت اللي ساكن به هو إيجار. صح. فشنو الزهد اللي عنده؟ صح. هاي مدرسة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أكيد أكيد. مدرسة الزهد. نسأل الله تعالى أن يحفظه. قال لك شيء تتذكره؟ أو دعالك دعاء؟ دعانا والله. دعانا بالتوفيق. للمنتخب لو العراق بصورة عامة؟ للعراق يعني بشكل. قالوا له هذا لاعب محمد؟ قالوا له إيه. دعا هم إليه وقال لي إن شاء الله بالتوفيق. أنا أعرف منطيك هدية ومحتفظ بيها أنت. والله منطينا محبس يعني صراحة. در النجف. اشتعني لك شعنك هذا المحبس؟ يعني ما لبسه إلا نادرا. أخاف عليه. إيه. أخاف عليه. هنيئا لك، والسيد والإمام السيستاني هو خيمة لكل العراقيين. نسأل الله تعالى أن الله يحفظه ويطول بعمره محمد وآله. انتقل إلى صورة أخرى. لا تعليق. الطاغية صدام حسين. لا تعليق. نحترم وجهة نظرك. القبر، تخاف من الموت محمد؟ هم تفكر تقول بأي لحظة أموت أو هيجي، أو ما تحب تزعل أحد تقول بأي لحظة خلصانة وهيجي؟ أكيد يعني هو الإنسان عندما ينتقل إلى دار الفناء ماكو شيء يبقى له سوى بس سمعته الطيبة، الذكر الطيب والعمل الطيب الصالح فقط هو اللي. فأكيد يعني كنا نفكر بالموت. وولد صالح يدعو له، فكر بالزواج؟ والله بعد ما أكمل مسيرتي. ها إن شاء الله يا رب. بعد تحتشي على القبر لو ننتقل إلى صورة أخرى. انتقل إلى صورة أخرى. أهل النجف أنتم ما تخافون من القبور؟ ها؟ إحنا للمقبرة. هنيئا لكم جوار علي بن أبي طالب. الله يحفظك سيدنا. يعني يقول لك أكو فد حديث قدسي أنه اللي ينام ليلة في حي الغري تعادل عبادة 360 عام. نعم. فكيف أنتم جوار علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. أي والله فعلا توفيق. ننتقل إلى صورة أخرى. كابتن العراقي النجم عماد محمد، هو ابن كربلاء وانت ابن النجف. الله يحفظك. كل احنا ابناء العراق ان شاء الله. والنعم والنعم والنعم، كل احنا تحت خيمة العراق. تحياتنا للكابتن عماد محمد، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. شنو يعني لك كابتن عماد محمد؟ صراحة هو صاحب فضل ايضا على محمد قاسم. هو عندما كنت لاعب مع نفط الوسط كان له فضل يعني جدا كبير بعد الله سبحانه وتعالى، انه هو اللي اعطاني فرصتي كامله. شلون هو اللي اعطاني فرصتي كامله مع نفط الوسط؟ اي هو اللي اعطاني الثقه. كابتن عماد من اللاعبين المميزين وحاليا جاي يشتغل على نفسه كمدرب دورات ومنتخب الشباب بده يوصل ويا مراحل متقدمه. انا اعتبر هو محمد ناصر نوجه له تحيه، وكابتن فريد اعتبر كابتن عماد هو بذره الاصلاح القادمه. تدريب المنتخب يا رب. فتحياتنا يا رب. تحية كبيرة إلى سيد عماد. الاحتلال مع أو ضد؟ شو تقول الاحتلال؟ يعني أنا اليوم أشوف أنه ماكو إنسان على وجه الكرة الأرضية أنه
يحب أن يحتل بلده. إيه. صعب مو صعب؟ صعب أكيد صعب. سيد أنا اليوم أفتخر إنه أنا ابن مدينة النجف الأشرف اللي قاتلت. مدينة المجاهدة اللي قدمت ما قدمت من شهداء وكل العراق قدم. فأنا أفتخر كوني إني ابن محافظة النجف الأشرف وقاتلنا الاحتلال بالانتفاضة الأولى والثانية. هي مدينة النجف الأشرف هي أحد المدن العراقية البطلة اللي قاتلت الاحتلال. ننتقل إلى صورة أخرى. مجلس النواب العراقي، مو قلت لك اليوم ضام لك ضمة زينة؟ أنت رياضي ها؟ أنا رياضي ما يعني ما لي دخل بالسياسة. طبعاً ما لك دخل، بس أنت مؤثر وصوت مؤثر ونجم نجم منتخب. أريد نسمع رأيك. الناس تقول بالله الرياضة شنو رأيها بالسياسة؟ أنا أقول لا تعليق. هم لا تعليق. لا تعليق. السكوت علامة الغضب مو علامة الرضا. شو تحب؟ خلصت فقرة شنو رأيك؟ وهسه أرجع شو تحب باعتبار شو تحب ببالي فد موضوع أريد استريح كابتن. تراما لك. لا حبيب الروح أنت ضيف وأخ عزيز. شو تحب تسمع بالسيارة؟ والله يعني أدعية دائما أسمعك تشغل وباسم الكربلائي. الحمد لله والشكر. المولة يعني هسا إحنا ما نريد نقول إنه إحنا حتى ما نكون كلش مثالين، بس كافي أنت ملتزم كلش. أنا من أشخاص الحمد لله والشكر لله. يعني أنا أحب صراحة وأتمنى إنه ألتقي بباسم الكربلائي. فأحب أسمع باسم، أحب أسمع كرارة بغنية، أحب أسمع مسلم الوائلي، حيدر البياتي. تحياتنا لهم دول الروادي. تحية إلى كل خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه وكل خدمة الإمام الحسين حتى لا ننسى أحد. كل خدمة يعني الإمام هنيئا لهم هاي الخدمة أكيد العظيمة. أكيد أكيد. الدنيا زائلة مثل ما هسه علقت طبعًا على القبر. أكيد زائلة هني على اللي يخدم الإمام الحسين هاي الدنيا واللي ينذكر. وأكو قول أيضا وحديث قدسي يقول عن الإمام الحسين: من زارني في حياتي زرته في ماما. فكيف انه يخدم الحسين ويخدم الزهراء عليها توفيق السلام. توفيق ما بعده توفيق فعلا. ننتقل الى الفقره الاخيره لكن اللي هي انجح وربح، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل مستمرين وياكم وش تحب لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد ووصلنا إلى الفقرة الأخيرة من شو تحب اللي هي فقرة انجح واربح. قبل ما نخوض هاي الفقرة اللي هي الفقرة قبل نعرف بيها أكيد لا والله ما ضامن لك شيء تحبيبي. أرد أسألك على المغتربين، شنو هذا موضوع المغتربين؟ هم عراقيين، شنو هذا الموضوع الإعلام يثير هذا الموضوع مغتربين وغير شادين يهم، شنو السبب؟ سيدنا يعني أولا هم مو مغتربين هم محترفين. أحسنت. يعني ما حالي من حالك. ليش الإعلام شادوا؟ لكن الظروف البعض مو الكل هم. لكن الظروف اللي عاشوها جبرتهم إنه هم يغادرون العراق، لكن بالتالي إنه هم أبناء هذا البلد وكنا بقارب واحد وبمركب واحد. صح. إحنا وجاي تمثلون. ده نمثل وطن يعني. هسا فرنسا أخذت كأس العالم، ما أخذ أمم أوروبا مدري يعني، وهي أغلب اللاعبين غاني. بول بوغبا. بلي. غاني. نعم. هذا اللاعب الكانتي. كانتي صحيح. كلهم أفارقة سنغالي. أغلب اللاعبين فقط غريزمان وكريم بنزيما جزائري. يعني أغلب اللاعبين هم. لكن ماكو هذا الكلام جاي حصل. أقول لك بعد 20 سنة بعد 50 سنة شو يذكرون؟ يقولون كانتي أخذ كأس العالم لفرنسا. لا أكيد. لا يقولون زيدان قول على البرازيل بال98 جولين. فرنسا مو أسا إحنا دولة ولدنا الظروف ما يعني كانت سيئة وجبرتهم إنه يسافرون خارج البلد. فهذا الكلام أنا ضده يعني. أنا
حتى ضد تسميتك انه احنا بدنا نحاربهم، بالعكس احنا مو انتم، انا قلت بعض الاعلام مو كلاعبين، يعني بالعكس انا اشوف الاعلام انه يعني معازرهم. لا هواي، لا هواي اعلاميين يطلعون يحكون مختلف، وحتى والد بعض اللاعبين قال فلان اعلامي هيك وهيك، انت يجوز بعيد على السوشيال ميديا. اليوم الفرد ما يمثل الجمع هاي، لكن الصوت مؤثر، خصوصا اذا كان برنامج او اعلامي، انت تعرف الكلمه، الكلمه مهمه. اكيد اكيد. مو قبل ما ننتقل هاي الفقره، خل اعقب على كلامي، اعقب على كلامي باختصار حتى انتقل لك الى نحكي بموضوع جدا مهم. انا ما افضل انه نسميهم مغتربين، هم محترفين. هو طبعا محترفين، انا قلت لك احنا كل احنا ابناء بلد واحد، احنا نتواصل وياهم واحنا نساعدهم. اكو بعض منهم انه هو ما يجي اللغه العربية باعتبار انه عايش بوربا وكذا، لكن بالنسبة ان احنا بدنا نساعدهم، يعني نتواصل وياهم ونقدم لهم يد المساعدة، فبالتالي انه احنا كل احنا يعني ابناء بلد واحد. فانا ضد تسمية المغتربين، نسميهم المحترفين اللي هم خارج العراق. هم كل لاعبين مثلا اللي هم محترفين خارج ما يلعبون بالدوري العراقي، مثلا بالمعسكر مال المنتخب يعاملون لاعبين الدوري بفوقية باعتباره محترف، واكو شيء. اكو نقطة مهمة اليوم، مو كل اللاعبين اللي مغتربين هم يعني سوبر، اكو بعضهم يعني بنفس المستوى كمحترفين، انه هم لاعبين مثل لاعبين مثل محترفين بالدوريات الخليجيه بالضبط. يعني هذا الشيء يعني لازم باعتبار عقده انا عالي وعد راج دم الغزال واني بالضبط هيك يعيشون لقطه على اللاعب المحلي. حتى مساله انه اشراكهم هذا الشيء يرجع للكادر التدريبي اليوم. المستوى هو اللي يحكم، هو اللي يثبت. حتى الجمهور العراقي قلت لك انه جمهور مثقف واعي، صح، يعرف اليوم من اللي يخدم المنتخب، يعرف. صح. اليوم ماكو رياضي ما يعرف. شكرا كابتن، اجابتك كانت جيده وجميله ورائعه. سؤال اخير قبل ما اشرح، انه انت نطيتك الاستماره قلت والدي يبيع ثلج، واحكي لنا انت شنو عملك كان وياه هم تبيع ثلج، وشنو الاعمال اللي اشتغلتها قبل ما تكون محترف حتى انتقل للفقره. صراحه بدقيقتين. صراحه سيد والدي كان يبيع ثلج، واني كنت وياه، حتى يعني كنا بذاك الوقت انه احنا نبقى يوم بيش الربع، نبقى يوم ويوم الربع بألف ونص، ربع بألف، وب 500 نص ربع، يعني دار نفيس وهاي الاشياء، قوالب ثلج حتى لحد الان يعني اتذكر، اكو بوري واكو بالضبط. يعني كنا احنا بالمصانع نبقى يوم ويومين من اجل انه احنا نحصل، خصوصا بالصيف بدرجات الحراره، بارتفاع درجات الحراره. مو فقط والدي كان يشتغل بالثلج، كنت وياه. صراحه هم كان يعني يبيع نفط والدي، يعني مجاهد، الله يطول عمره، الله يحفظه ويحفظه لكم. بالنسبه لي يعني صراحه يعني كنت بالمخضر. اي كنت حلو. يعني بقال حلو. كنت بالاضافه الى انه بعض الفترات انه انا كنت بالباب انه ابيع، تسمي مخضر لو زرع، اهل المخضر يسموه زرع، احنا وين راح اجيب زرع؟ ماكو فرق، هو واحد. ايه التسميه مو مهمه، صح، بس يعني كخبره وهاي التفاصيل. انا جت بعض الايام انه انا يعني الوالده الله يحفظها الله يطول عمرها، صدق شو ما تحكي بالوالده. يعني يكفي انه اقول الجنه تحت اقدام الامهات. ايه صح. يعني امك ثم امك ثم ابيك. فانا امي يعني الله يخليهم لك، وان شاء الله يفرحون بيك وباولادك. الله يحفظك. اكو فد حادثه قلت لي بايسيكل كنت اخذ، هسه اريد اسولف لك اياها. ايه كنت فد يوم من الايام انه انا محتاج فلوس، والدي خطيه امكانيته محدوده، يعني احنا قلت لك ناس بسطاء. قلت لامي انه تسوي لي باقله بجدر، وانه اني اقعد باب البيت انه ابيع. حلو. فهيجي كانت معاناتنا سيد. انتم اغنياء بعزة النفس. لا الحمد لله. وهذه لقمة الحلال صعبة، لكن تحس بلذتها. يكفينا فخر انه احنا من عرق جبيننا. ايه فعلا. ولقمة الحلال ما يعني راحة ما بعدها راحة. فعلا فعلا فعلا. الحمد لله والشكر على كل حال. احنا نفخر بيك. الله يحفظك. وهذا الكلام اللي تقوله انت هذا درس للشباب اللي يشاهدونه. الله يحفظك. اللي بابا يجيب له البرول 13 وال14 وغيرها والايباد هسه انا ابني اشتري له، اشتريت له هذا الجالكسي. ايه. يريد ابو التفاح الا ايفون، ويشوفون بالافلام كرتون هذول يسموه يوتيوبر يا صغار. صح. يريد له هذا ابو التفاح. صحيح. وابوك تليفونه بالاقساط.
احسن. الله ان شاء الله يا رب يرزقك كابتن ويحفظك. الله يحفظك. فقره انجح واربح. بلي. كل سؤال تجاوب عليه الى درجه. انطيك اسم حرف اسم من بالاخير اذا جاوبت على هاي الاسئله راح تتكون عندنا رمز من رموز العراق حسب اجوبتك، واذا تجاوب يبقى ناقص حرف. وانت ما نستعين بصديق؟ تستعين كابتن خالد خلف الكواليس. تحياتنا الى كابتن خالد الله يحفظه ان شاء الله. كل سؤال تجاوب عليه نعطيك حرف من هذا الاسم. نعم. والنتيجه راح تكون درجه لكل المشتركين، هذا فقره ثابته. نعم. السؤال الاول، في كاس العالم 86 كان للعراق هدف واحد سجله الراحل احمد راضي، على اي فريق تم تسجيل هذا الهدف؟ رغم ما انه انا يعني ما شايف هاي اللقطه، لكن هي باقيه بذاكره الشعب العراقي. انت بعدك ما صاير اصلا. انا اصلا ما موجود. لكن انه انا لحد الان اشاهد اللي هدف كان بوقتها اتذكر ضد المنتخب اعطيك ضد المنتخب البلجيكي. البلجيكي صح. حتى بوقتها كان اول حرف، حتى كان بوقتها افضل حارس بالعالم هو حارس منتخب بلجيكي. حلو. راح نعطيك اول حرف. هذا اول حرف اي. هذا الحرف حرف اليف. هسه صار عندك حرف. انا اسالك السؤال الثاني، على من اطلق لقب سفير الحسين؟ يعني هذا السؤال معروف. احنا غرد انت من حبال المضيف والمعد يحبك الشرطاوي. والنعم منه. هذا الحكي هو حمام كرز بالمدرجات. تحياتي له ولكل الجماهير الشرطاويه. اي تحياتنا لك الجمهور ان شاء الله بتحقيق لقب الدوري يا رب، خاصه انه احنا قريبين ان شاء الله. يا رب يا رب. اكيد مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. هذا الحرف الثاني، اجابتك صحيحه. هذا حرف اللام. لام. هسه ال صار عندك. ال اي ال. مش مطيك وزاره كابتن هنا حرفين. هسه السؤال الثالث، من هي اصغر دوله بالعالم؟ اصغر دوله بالعالم. خلا اساعدك. ايه ها. رئيسها اجانا قبل فتره زار العراق. الفاتيكان. ايه احسنت. رئيسها مشين رئيس لا ابو مثقف وكلهم. زار السيد الله يحفظه. ايه. يقول متامر ويا المعيد شلون العبيره. لا جاء يعني هذا حرف الجيم. خلنا ارتبها. ايه. السؤال الرابع، كم عمر النبي صلى الله عليه وآله وبيته حين توفى؟ هو استشهد ملاحظ. مسموم النبي. ملاحظ أنا أنا ضد أنه توفى. استشهد. ملاحظ أنه كل الأسئلة دينية. ها؟ أكثر الأسئلة دينية منوعة، لكن أنت ابن الفرات الأوسط طبعا. كل محافظاتنا وكل عراقيين مثقفين، لكن الفرات الأوسط يتميزون بالحسكة والشعر بالفطرة والأدب والثقافة. فأنت ابن الفرات الأوسط، أنت ابن الحيرة اللي هي مملكة الحيرة. نعم. يعني عنتر بن شداد حين ما عمه أراد منه فد مهر تعجيزي العبلة، قال له اذهب إلى العراق، إلى تجيب النوق الحمر. نعم. وراح للنعمان بن المنذر منادرة. الطاهية قال له هاك تقول مطي الف وربع مو نوق. والله. السؤال شنو؟ كم ايش قد هو شنو هاي الكم؟ خوب ايش قد؟ ايش قد عمر النبي من استشهد؟ أربعة نفس عمر الإمام الحسين لما استشهد بالطف. 63. 63 الإجابة صحيحة. إلا المعد أزلك الأسئلة يلا تجاوبها. من بس يعني أسئلتكم هذا حرف الواو. هذا حرف الواو. صار عندك كم حرف؟ صار عندي أربعة. هسه توصلت الشيء الاسم الشيء بعد عندنا أسئلة. الجو 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 حلو وشاعر إن شاء الله، وإن شاء الله بيكم البركة. راح أسألك سؤال إذا جاوبته
أنطيك الحرف اللي وراه في مسلسل الزير سالم، المسلسل الملحمي. هذا العمل هو من بطولة سلوم حداد والفنان العربي اللبناني رفيق علي أحمد والفنان عابد فهد والفنان فرح بسيسو والفنان زهير عبد الكريم. بلي. هذا العمل أي سنة أنتج هذا العمل وعرض في أي سنة أو عرض في أي سنة؟ طيني خيارات؟ ها؟ طيني خيارات؟ تأسذني جاوبت عليهن إيش عجب هذا؟ إذن كلهن مرن عليه. يعني مسلسل الزير سالم ما شايفها؟ لا والله ما شايفها. مسلسل ملحمي اللي هو عرض على أغلب القنوات العراقية والعربية. نعبر. ماكو وسيلة مساعدة؟ ماكو وسيلة مساعدة. خسرت حرف هسه. هسه ما هو الحيوان الذي لديه أربعة قلوب؟ والإنسان عنده قلب واحد. إيه؟ وأنا ودي أنا قلبه باليمنى بسرعة أحب. سيد خاف قلبك قطار. هاني إيش تريد؟ ماكو وسيلة مساعدة؟ لا. زين شنو على اليابسة على غير نعرف؟ بالبطولات كأس العالم أو البطولات العالمية يجيبون فتشي يخلونه بشي زجاجي هو يقرر من اللي راح يفوز، يؤمنون بهذا الشيء، مثلا يخلوه للعلم يختار العلم هذا هو اللي يفوز. سوى ضجة بالمواقع وبالتلفزيون. شنو؟ الاخطبوط. هاي من عندي أول مرة أسمع والله. هاي لو ما أنا قرب لك إياها همين. أي والله العظيم صدق. هذا حرف الهاء. ورتطي ورقتين اتبختك يا عثر العتو يا محمد. هذا الهاء. هسه ما هي السورة التي لا تبدأ بالبسملة؟ شنو هاي السورة؟ لا تبدأ بال هي سورة. تدري شلون أوصف لك إياها؟ رب العالمين غفور رحيم. غفور رحيم شديد العقاب. رأسا تبدي براءة من الله. التوبة. أحسنت. التوبة. فعلا سورة التوبة. سنطيك حرفي اللي هو حرف الراء. هذا الراء. تربى بعزك كابتن. هذا ممكن. حرف الراء. لحظة سيد. هسه جمعهم بالله. عفوا. بقى عندك حرف نقص. ليش؟ الجو. السؤال الأخير. الجو. وار. الجوارحي. دغدغ الموضوع. ها؟ الجواهري. محمد مهدي الجواهري شاعر العرب الأكبر. أحسنت. شلون عرفت؟ لأنه من نجف؟ ابن مدينة النجف الأشرف. أحسنت كابتن. فعلا الجواب هو شاعر العرب الأكبر اللي هو محمد مهدي الجواهري. جواهري. اللي هو جده أو والده صاحب كتاب جواهر الكلام. صحيح. هو من عالة حوزوية. نعم. أنت حصلت على 75 نقطة. 75؟ من 100. أنا ما أحب أخسر بأي شيء أفوت به. ها. ما أحب أخسر. احنا بالحلقه الاخيره راح نفرز النقاط ان شاء الله تفوز ان شاء الله. بس انت نسبه جيده يعني 75 وعرفت هسه بدون ما انطيك الحرف يعني الجواهري. شلون عرفت الجواهري؟ لين قلت لك رمز من رموز العراق. اي اكيد هو يعني هو شاعر العرب الاكبر يعني. صح. يعني على مستوى الوطن العربي. هو شاعر معروف يعني بالعراق يعني المعرف لا يعرف. صح. فهو يعني تحب الشعر كابتن؟ والله أحب الشعر وأحب الراحل سمير صبيح أبو علي رحمة الله على روحه. حافظ شيء سمعنا؟ أشلع ما أسد. إيه؟ والغيهن الفتحات. إيه؟ والكان أبو بمس ما أسد هنا بنيهن ولا تزمهن سرى باب العدل والطيب التسامح والصلح أول ولهن الغيهن حصلت شنو من كان بشرعات كثرا بالهلا ينطع راعيهن ملح ما دنقلهم عيونهم وكحات اكتفي بهذا القدر. صح لسانك كابتن. على روحه. الف رحمه. ختامها مسك بالقصيده للراحل
اللي افجعنا حقيقه برحيله. هي ما ادري سنه مرت علينا يعني بشاعر علي فريدا ورحمه الله على روحه، جبار رشيد، عادل محسن. بس هاي حلوه انه شاعر اكيد رحمه الخلود الى كل شعرائنا، ولكن هم الموت حياه للكبار. هسه المعد مال برنامجنا فاضل عباس شايب، ايش وقت يموت ما ادري. الله يطول طول العمر. ملحق على حمورابي، الختم عنده بالبيت مال حمورابي. سيدنا اليوم هو كل انسان يتوفى. طبعا الشاق الله يطول عمره ان شاء الله، وكل اخوتنا واحبابنا يحفظهم. الموت يعني لا مفر منه. صح، والموت حياه للكبار. لان هم رحلوا لكن قصائدهم مو فقط قصائد، هم يرحلون واثرهم الطيب. اثرهم الطيب ويبقى ذكرهم بالقلب. وانت في القلب دوما وابدا. وحقيقة سعيد أنا بيك والله العظيم. سعيد اليوم أكون وياكم. فدوى العمرك، شكرا لك كابتن. الله تعالى أن يوفقكم ويوفقك كابتن، وإن شاء الله أنت نشوفك بالشي اللي تطمح له، لأن أنت نجم ورمز وتمثل العراق وتمثلنا كل إحنا وخير تمثيل. وإن شاء الله يا رب النجاح والموفقية، والله يحفظ لك الوالد والوالدة. الله يسلمك يا حبيبي كابتن، شكرا لك. شكرا جزيلا. وأيضا تحية كبيرة لكم أحبة المشاهدين، نلتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين في أمان الله.